الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال حافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب فضل السنن الراتبه مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. في هذا الباب بيّن المصنف رحمه الله تعالى بالأحاديث الواردة فضل السنن الرواتب وأكمل السنن الرواتب وأقل السنن الرواتب. وقد اختلف أهل العلم في عدد ركعات السنن الرواتب، والسنن الرواتب هي الصلوات التي تصلى قبل الصلوات المفروضة وبعد الصلوات المفروضة، وسميت راتبة لأنها يداوم عليها بعد الصلوات المفروضات، فهي من آكد السنن التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. فبعض أهل العلم ذهب إلى أنها 12 ركعة، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنها 10 ركعات، وقال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 12 ركعة تارة و10 ركعات تارة، يعني مرة كذا ومرة كذا. سيمر علينا بالأحاديث إن شاء الله بيان هذه المسألة. قال رحمه الله: وعن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. متفق عليه. هذان الحديثان هما سبب الخلاف في هذه المسألة، يعني أيهما يعني يكون أكمل في السنن الرواتب، 12 ركعة أو 10 ركعات. فحديث أم حبيبة رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاء هذا عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة. فهنا قالت سمعته، بينما ابن عمر رضي الله عنه في الحديث الآخر قال: صليت مع رسول الله، وذكر عدد الركعات. فأيهما يقدم، سماع أم حبيبة أم رؤية ابن عمر رضي الله عنهما؟ الذي يقدم السماع، لأن الرؤية قد يرى شيئا ويفوته شيء، أما السماع فهو تأكيد. وأيضا الرؤية قد يتخلفها الأعذار، بينما السماع لا تتخلفه الأعذار. فأم حبيبة قالت سمعت، هذا أضبط، بينما ابن عمر يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى رؤيته هو، فقد يكون فاته شيء، أو قد يكون النبي قد عرضه شيء في ذلك اليوم لم يصلي 12 ركعة. فالرؤية أضعف في الاستدلال من السماع. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن الصلوات السنن الرواتب هي 12 ركعة لقول أم حبيبة وعائشة، فهما سمع وحفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظ ابن عمر رضي الله عنهما. والمثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. فحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. وهذا الفضل أنه يبنى له بيت في الجنة، هل هو كل يوم؟ يعني لو كل يوم صليت 12 ركعة يبنى لك بيت في الجنة، أو بمجموع حياتك إذا كنت حافظ على هذه 12 ركعة يبنى لك بيت في الجنة؟ الحديث يحتمل هذا وهذا، والأقرب في معنى الحديث أنه من صلى 12 في كل يوم بني له بيت في الجنة، وعلى كل ذلك يكون له بيت في الجنة، يعني في كل يوم
يكون له بيت في الجنة إذا صلى 12 ركعة. وفضل الله واسع، فضل الله، فضل الله واسع سبحانه وتعالى على عباده. أما حديث ابن عمر قال ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. أما في حديث عائشة الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها حفظت أربعا قبل الظهر، أربعا قبل الظهر، بين ابن عمر حفظ ركعتين، فعائشة حفظت أربع. وهذه الزيادة هي التي جعلت السنة الرواتب 12 ركعة، وليس كما حفظ ابن عمر أنها 10 ركعات، وهي ركعتان زائدتان قبل الظهر، لأن الظهر القبلية أربع والبعدية ركعتان. قال ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، قال وركعتين بعد الجمعة، ركعتين بعد الجمعة. ستمر علينا مسألة السنة التي تكون بعد صلاة الجمعة إن شاء الله في الدروس القادمة. قال وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. هنا في هذا الحديث لم يذكر الفجر، فهنا 10 ركعات التي ذكرها ابن عمر، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. فهل ابن عمر لم يحفظ السنة الراتبة التي قبل الفجر؟ قد يحتمل هذا، لكن جاء في رواية أخرى أنه قال وحفظت من حفصة أو سمعت حفصة التي هي أخته أنها يعني ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل صلاة الفجر. وأيضا جاء عن ابن عمر نفسه رضي الله عنهما أنه قال رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا يقرأ في السنة القبلية في صلاة الفجر، قال فسمعته يقرأ بقول يا أيها الكافرون قل والله أحد. فلعله في هذا الحديث نسي الركعتين التي قبل الفجر مع أنه ذكرها في موضع آخر. وهذا مما يؤيد القول بأن السنن الرواتب 12 ركعة كما حفظت أم حبيبة وكما حفظت عائشة رضي الله عنهما. آخر حديث في هذا الباب قال عن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، قال في الثالثة لمن شاء، متفق عليه. والمراد بالأذنين الأذان والإقامة، وهذه من السنن المؤكدة، من السنن المؤكدة التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها. فإذا دخل المسجد فإنه يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة، وتأكيدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كررها ثلاثا، قال بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، فحتى لا يفهم أنها واجبة قال بعد ذلك لمن شاء، يعني من شاء أن يصلي ولمن شاء لا يصلي، لأنها سنة، لكنها سنة مؤكدة. وأفضلها الأذنان، الركعتان التي بين أذاني المغرب، يعني بين أذان المغرب والعشاء، لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهما بالذات، قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء. فصلاة ركعتين بين الأذان والإقامة من السنن. فأنت إذا دخلت المسجد فتنوي بصلاة الركعتين عدة سنن، وهذه من الفوائد التي ذكرها العلم أن النية تكثر العمل وتكثر الأجر. فأنت إذا جئت إلى المسجد تنوي بهاتين الركعتين، أولا تحية المسجد، وتنوي بها ركعتين الوضوء، وتنوي بها بين كل أذنين صلاة، وبهذا تضاعف لك الأجور، تضاعف لك الأجور. فلذلك على المسلم أن يحرص على هذه السنن لتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم عليها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.